salatu wa salamu alaykum ya rasulallah salatu wa salamu alaykum ya habiballah salatu wa salamu alaykum ya rahmatal lil alamin ya muhammad amin tum tum ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة سيدنا سندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا وغوثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح ستنا بنت الرسول فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها ثم إلى روح سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها يا رب العالمين اللهم تقبل منا صدقاتنا ومجلسنا واعمالنا ومجلسنا يا رب العالمين اللهم افتح لنا ابواب الرحمه وابواب العافيه وابواب النعمه وابواب العفه وابواب العلم وابواب الارفان يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Allah
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الرجس عن أهل البيت وطهرهم تطهيرا وأركبهم على أسمية مكارم وأسمية المعاظم ووقرهم توقيرا وجعلهم مفاتيح أبواب النبوة ومصابيح أرباب الفتوة وأمرهم تنويرا وخيرهم بين أن يكونوا أبناء الدنيا والآخرة فاختاروا الباقي للفاني وحقروه تحقيرا فوضوا عمورهم إلى الله وتوكلوا عليه وهو حسبهم وكفى بربك هاديا ونصيرا وضرب على أعدائهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضبه فلبعس مثواهم وكفى بجهنم سعيرا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى فلم يجدوا منه مجيرا ولا نصيرا وألجاهم أيضا إلى هلكة لا يبتلى ببذلها الفراعنة ودمرهم تدبيرا واستعسلهم جميعا إلى أن لم يجدوا منهم شوكة ولا مصدا ولا شريرا جانب الله ممن يؤتي المودة في القربى وبشرهم تبشيرا فآثروها على النفوس والمال وادخروها للقيامة ملكا كبيرا ولا جعلنا من الطغاة والبغاة الذين لا يجدون من الله وليا ولا نصيرا وصلى الله وسلم على أسر الكون وسيد الثقلين ونبي الحرمين ورسول المالوين جد الحسن والحسين وآله وصحبه أصحاب الحسنين ما أصبح ماضيه قرير العينين وأربح بغنائم الدارين وأنجه بمنجه الجارين وما تبلج الكون بنور النيرين ما تبهج القلب بحسن العلوين الشهيدين السعيدين صبت النبي بن النذبيين يا الله عن الحسن رضي الله عن الحسين يا الله عن الحسن رضي الله عن الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ربي صلي على النبي وسلم.
الحسن رضي الله عنه
السلام عليك ورحمة العالمين ويا شعب المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على Amen.
لها زوجات قصد العفاد في عبدهن الاختلاف بمسند Say.
Amen.
ذا القوة المتين، يا أرحم المساكين، يا أرحم الراحمين. صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بالإيمان فضلا بسيدهم سيد المخلوقين وبساداتنا أهل العباء الذين نستدفع بهم جميع أذكاره والوباء والتغفر ذنوبنا واستتر عيوبنا وتكشف كروبنا وتشفي أدواءنا وتنفي أهواءنا بحرمة سيدي شبان الجنان الحسين والحسين سبتين رسول الثقلين. وصلي اللهم صلِّ عليه وآلهم وصحبهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لمن حسن في قلبه شكلا لحسين بن علي جلالا، من زاد جمالا وكمالا وجلالا، من ذل بدر الدين حسن محياه رنت
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا دائما والشكر بمودة أهل القربى قائما فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الأمجاد وصحابه الأنجاد صلاة وسلاما دائمين إلى قيام الأشهاد اللهم كما أمرتنا بمودة القربى في التنزيل وبشرتنا بهم على لسان موسى وعيسى وحامل الزبور والإنجيل كذلك وددنا وتركنا وذكرنا مدائهم ما استطعنا بالتبجيل اللهم كما وفقتنا على ذكر جزء من مناصبهم وشيء يسير من مناقبهم وشم غالية من روائهم ولم عالية من مدائهم كذلك اسكننا يا رب يوم القيامة في جوارهم ومكننا في فرحات ديارهم اللهم إنا نتوصل إليك بجاه نبيك محمد الرسول وبنته المطهرة فاطمة البتول وبزوجها علي صاحب السيف المسلول وبسبتيه الشهيدين الحسن والحسين وفضلا بصاحب نبيك على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وسيدنا أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وبساداتنا سعد بن الله وسعيد رضي الله عنه وطلحة وزبير وعمر وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم وحمزة وعباس رضي الله تعالى عنهما وبأزواج رسول الله وبقية أهل بيته والمهاجرين والأنصار وبالتابعين وتابعي التابعين وبالأئمة المجتهدين والمشايخ أجمعين وبالأقطاب والأبدال والأولياء فضلا سيدنا سيد الأولياء شيخ المشايخ القطبي الرباني والغوثي السمداني عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز الحسن والحسين وجميع الصالحين أن تغفر لنا وترحمنا تقضي لنا كل الحاجات والسؤل يا خير مأمول وأكرم مسؤول اللهم ارحم منا وارحم منا وكلنا حيث كنا اللهم اشف علاتنا وبارك في غلاتنا وارزقنا من الحلال وجنبنا من الحرام وارزقنا علما نافعا وارزقا واسيا والإخلاص على الدوام والخلاص من العذاب والآثام وانسي ما في صدورنا من الغل والحسد واستأصل منا سقام الجسد ولا تجعل علينا عقبة لأحد إلهي نبرا قلبي وعيني بسبتي شافي جدي الحسين وجنبنا دواما كل رين بود القرب من جدي الحسين عن لنا بحولك كل شيء من اللسيان يا رب الحسين إلي نجلب برطبك كل زين وحببنا لسيدنا الحسين وصنبق بحمينا كل حين بحرسي ما واستار الحسين على طه والي الفعين وصحابي وطباء الحسين سلاتن جاوزت جاوزت قطرات غيني وتسليما حوى مدح الحسين لك الحمد المنور نور عيني إلهي رب مولانا الحسين يا الله